كيف الجمع بين قوله تعالى في المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبين قول عائشة كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره؟ أنا أقرأ في سير أعلام النبلاء من يقوم الليل كله، ما فهمت هذه. على كل حال، قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فيها تفسيران لأهل العلم، تفسيران لأهل العلم. كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون، ما تكون بمعنى الذي اسم موصول، فكانوا قليلا من الليل الذي يهجعون معناته يصلون أكثر الليل، لأن القليل من الليل يهجعون فيه. وقد تكون ما نافية، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، إذن قليل من الليل الذي لا يهجعون فيه يصلون فيه. فالخلاف في ما هل هي اسم موصول أو النافية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي ثلث، ينام ثلثي الليل ويصلي ثلث، هذا أفضل القيام. أفضل القيام أن يصلي ثلث الليل وأن ينام ثلثيه كما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون تفسيرا للآية. يقول في سير عمنا هناك من يقوم الليل كله، هذا تكون استثناءات أحيانا أو اجتهادات من البعض أنه يقوم كل الليل، وهذه تصير حالات يعني قليلة، يعني بين وقت ووقت يجد نفسه نشيطا شبعان نوم مثلا ولا كذا فيقوم الليلة كله، كما جاء عن سفيان الثوري صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أذان الفجر، لكن هذا ليس ديدنه كل ليلة، ولكن يكون في ليلة من الليالي شعر بنشاط، شعر بحبه للصلاة، شعر بأنه أذنب مثلا فقام يصلي لله تبارك وتعالى. ما أقصد سفيانا، أقصد سفيان الثوري، أقصد يعني أي أحد. فالقصد أن هذا يكون يعني في حالات طارئة، لكن الأصل أفضل القيام قيام داود عليه السلام.